ذنب الشيعة شنو؟ وردت كلمة مصحف. من قال مصحف قالوا خلاص هذا مصحف، والشيعة عندها غير مصحف. لأنه وردت كلمة مصحف في الرواية صار الشيعة عندهم قرآن. أنا اللي يسألني أقول له عندنا قرآن، بس قل لي وينه، يعني أحول السؤال بجانبه. أقول له إذا الشيعة عندهم قرآن، أنا شيعي، قل لي هذا وين القرآن؟ أنا الشيعي ما أدري بهذا وين. عندما يطالبك بقرآن غير قرآن المسلمين قل له ما يخالف، وين هذا القرآن الثاني؟العلم الذي يظهره الإمام لم يره أحد من الأولين والآخرين، ثم يظهر نسخة القرآن بخط جده علي بن أبي طالب. هاي النسخة اللي كتبها أمير المؤمنين وجاء بها إلى أصحاب رسول الله، قال هذا القرآن أنا جمعته، هذا القرآن موجود؟ قالوا لا عندنا قرآن. قال زين هذا القرآن رجعه. بعد ذلك فكروا قالوا لا 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 تعالوا 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 نقول لعلي يأتينا بهذا القرآن وبعدين نتخلص من القرآن اللي عنده. فقالوا له يا أبا الحسن هات القرآن اللي عندك. قال لا والله خلص سبق السيف والعذل، هذا لا يخرج إلا عند ولدي الإمام المهدي القائم، هو يخرجه إلى العالم كله.